مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلاقاتنا في هذا الصباح مستمرة مع هذه الأشواط، شوطنا الرابع عشر للقعدان المهجنات الأصايل، وشوط خاص بالإنتاج والمنتجين. ننطلق على بركة الله، ننطلق ونندفع مع الصدارة لأتابع اندفاعة شاهين وشعار حمد بن محمد بن سهيل بن وديمة، من يقدم لنا شعاره وينطلق هنا شاهين مع البداية، شاهين مع الصدارة المركز الثاني. القادم في هذه اللحظات حميم القادم مع المركز الثاني، عامر بن يريو بن سويد المنصوري يقدم لنا حميم مع ثاني المراكز وثاني التحديات. المركز الثالث سلهود مصبح بن سيف بن كاسب المسافري هو القادم هو الحاضر في هذه اللحظات. المركز الرابع القدوم والحضور في هذه اللحظات من سمهوي ساري بن حمد بن محمد المزروع يقدم لنا سمهوي مع المركز الرابع. المركز الخامس في هذه اللحظات القدوم من شاهين سيف بن مسفر بن راشد العميمي، من يقدم لنا شعاره، بينما المركز السادس في هذه اللحظات القدوم من حزام سلطان بن غالب بن سلطان المنصوري يقدم لنا حزام، بينما المركز الثامن والقدوم في هذه اللحظات من جزيل يتقدم عبد الله بن طويرش بن محمد الوهيبي لياتي مع جزيل في هذه اللحظات، بينما القدوم والحضور في هذه الأثناء يتقدم علي سليما بن بخيت بن محمد المنهالي، وكذلك القادم والحاضر نايف يقدم لنا نايف الدحبة بن قنازل بن حمرور العامري يتقدم في هذه اللحظات، ولكن الحلامي هو القادم والمقدم في هذه اللحظات لهذه الاندفاعة وهذا الحضور مع عجيب. يتقدم سعادة أحمد بن سلطان الحلامي، يا سلام على الأسماء، النداء الأول ينقضي مع هذه الأسماء، ينقضي مع هذه الشعارات. العودة إلى شاهين، شاهين يا شاهين، ينطلق على الصدارة هنا في هذه اللحظات حمد بن محمد بن سهيل بن وديمة، من يقدم لنا شاهين والماركة الشاهينية الأصيلة الحاضرة في هذا الشوط. المركز الثاني القدوم هنا من بلور، أول نداء أول حضور لهذا الشعار، شعار سعيد بن حمد بن حميد الدرعي، من يقدم لنا بلور. المركز الثالث يتقدم في هذه اللحظات جزيل عبد الله بن طويرش بن محمد الوهيبي، يتقدم بو محمد، يتقدمون ابناء السلطان الحاضرين في هذا الصباح. يتندفع مع جزيل ويقدم لنا جزيل المركز الرابع، القدوم من شاهين سيف بن مسفر بن راشد العميمي يتقدم بانطلاقة شاهين وحضوره، بينما المركز الخامس في هذه اللحظات سمهوي القادم ساري بن حمد بن محمد المزروعي، بينما أتابع في هذه اللحظات القادم ربدان وسعادة أحمد بن سلطان الحلامي، يتقدم في هذه اللحظات بو سلطان ليقدم
لنا شعاره ليقدم لنا ربدان الحاضر في هذه اللحظات، بينما القدوم بينما الحضور من أدولف مطر بن غانم بن مسفر المنصوري المنصوري، والقادم كذلك نبه لحمد بن محمد بن قناص بن علي العامري من يتقدم في هذه اللحظات. ولكن وين شاهين مع الصدارة؟ شاهين والانطلاق في هذه اللحظات وفي هذه الأثناء، هنا حمد بن محمد بن سهيل بن وديمة منطلق في هذه اللحظات، ولكن التغيير اللي جرى وطرى مع بلور بلور سعيد بن حمد بن احمد الدرعي الدرعي. يا سلام يا ابو حمد، يا سلام على انطلاقة بلور المركز الثاني. القادم مطفي عبد الله بن محمد بن حمد الدرعي يقدم لنا مطفي المركز الثالث. شاهين لسيف بن مسفر بن راشد العميمي، وربدان قادم بشعار سعادة أحمد بن سلطان الحلامي، والقدوم الوذف القادم في هذه اللحظات مطر بن غانم بن مسفر المنصوري. 1200 ومطفي، وين مطفي؟ مع الصدارة، مطفي مع المقدمة، يتحرك في هذه اللحظات عبد الله بن محمد بن حمد الدرعي. الكيلو الأخير يا أبو محمد، الكيلو الخطير، الكيلو المثير، كيلو العمالقة، كيلو الكبار وحصاته في بطانه. مطفي، ما تحرك، ما تحرك، رقص تلقائي على الصدارة، أداء تلقائي على المقدمة في هذه اللحظات. ولكن أيضا القادم في هذه اللحظات القادم شاهين سيف بن مسفر بن راشد العميمي قادم وحاضر، وشعار مطر بن غانب بن مسفر المنصوري. الوذف 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 القادم في هذه اللحظات، ولكن مطفي مطفي مع الصدارة مع المقدمة، يتقدم في هذه اللحظات عبد الله بن محمد بن حمد الدرعي. ولكن الوذف الوذف الوذف، يتقدم يتقدم مطر بن غانم بن مسفر المنصوري المنصوري. يا سلام، من يقدم لنا هذا الأداء؟ يقدم لنا هذا العرض الكبير، الوذف الوذف، سلام إلى المرموم، سلام يا المنصوري، سلام على الأداء وعلى العرض الكبير مع هذا البطل. المركز الثاني كان مطفي عبد الله بن محمد بن حمد الدرعي، المركز الثالث شاهين سيف بن مسور بن راشد العميمي، المركز الرابع كان الحضور من بلور سعيد بن حمد بن حميد الدرعي، والمركز الخامس احزام لسلطان بن غالب بن سلطان المنصوري. اذا تهانينا لمالك الوذف على هذا الفوز والانتصار الكبير، مطر بن غانم بن مسفر المنصوري. استطاع ان ينتزع هذا الشوط في هذا الصباح مع هذا الشعار المميز، شعاره اللي مو غريب على انتزاع النواميس. مشاهدين الكرام، نعود الى التوقيت الزمني، 9:34، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والف مبروك. المركز الثاني كان الحضور من مطفي عبد الله بن محمد بن حمد الدرعي، بعدها ايضا قدم اداء يشكر عليه، 9:36، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث كان شاهين لسيف بن مسفر بن راشد العميمي، قدم لنا شعاره، التوقيت ولحظات وصوله، 9:40، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.